أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات السبع الماضية ساهمت في توازن الأسعار على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه يضاف إلى ذلك المتغيرات الأخرى مثل الأزمة الأوكرانية وتكلفة الإنتاج واستيراد جزء كبير من الأعلاف. جاء ذلك خلال افتتاح السيد الرئيس مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. الأزمة الأوكرانية يمكن بقى لها مش مدة كبيرة قوي، لو قلنا حتى بدأت في مع يناير فبراير مارس يعني 6 شهور، لكن الإجراءات اللي اتعملت هنا اللي الدولة عملتها خلال السبع سنين اللي فاتوا مع النمو السكاني اللي موجود مع التطور اللي حصل في الأسعار بصفة عامة في العالم كله، هتجدوا ان ما هو الطلب لما نتكلم في 7-8 سنين زاد فيهم 15 مليون مش كده؟ 15 مليون. فال 15 مليون دول لو احنا معدلات نمو الانتاج الحيواني الوطني يعني اللي جوه الدوله بينمو بنفس بهذا المعدل كنا ممكن نحافظ على الاسعار، لكن في متغيرات اخرى زي موضوع العلف واسعارها. احنا ما بنطلعش انتاجنا للاعلاف من مصر، احنا بنجيب جزء كبير جدا منها من الخارج، وده كلامنا اللي احنا بنقوله مع للدوله ومع نفسنا ان احنا يبقى لازم اكبر حجم من الاراضي يتم استصلاحه عشان يخلي في سيطره على تكلفه الانتاج. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تسريع خطوات برنامج تربية المليون رأس لدخول مجال صناعة اللحوم، لافتا إلى تأخر الدولة في دخول هذا المجال. وأضاف الرئيس السيسي إلى أن المعامل الجديدة في مجال تنمية الثروة الحيوانية تساهم في دفع جهود تنمية هذا القطاع. احنا دخلنا المسارات ديت أو الصناعات ديت متأخرين شوي، يعني صناعة اللحوم دي صناعة مش تربية، يعني زي ما الناس متصور ان هو بيأكل راس ماشية وخلاص، لا دي صناعة يا جماعة، صناعة متكاملة جدا جدا، وتكلفة إقامتها وتكلفة تأهيل الناس انها تشتغل فيها بتاخد وقت. احنا كنا بنتكلم في المليون راس، ومن في خلال 6-7 سنين اللي فاتوا كل اللي جه 71,000 راس. 71,000 راس ده رقم بسيط قوي ومتواضع، وانا بقوله للدوله وبقوله لنفسي لما تيجي ال 100,000 راس ثمنهم 5 مليار جنيه، انا بقول كلام مظبوط مش كده؟ طبعا. ايه 5 مليار جنيه دول؟ فاهم يا وليد؟ اتفضل. ال 100,000 راس وزير الزراعه يقول لي ما هو السوق العالمي ما عندوش يلبي لك المطلب ده، ما احنا مش هناخده في سنه. ما احنا مش هناخده في ايه؟ انما طموحنا هنا مش الهدف منه يعني هو الهدف منه الناس يعني. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه بموجب المتغيرات العالمية كان من المتوقع أن تكون الأسعار أكثر من ذلك، ولكن الإجراءات الحكومية ساهمت في كبح ذلك. ودلل الرئيس السيسي على ذلك بارتفاع التضخم الكبير لدى الدول الأوروبية رغم تنفيذها كل إجراءات الحوكمة وضبط الزيادة السكانية. خلي بالكم المفروض أن الأسعار في مصر تبقى أكثر من كده بكتير، وانا والله مش بقول كده بجامل الحكومه يعني. وهديكم مثال، هو النهارده الدول الاوروبيه والغربيه، ودي كانت لا ما كانتش كان من ضمن معايير الاتحاد الاوروبي ان ابدا معدل التضخم لا يزيد عن 2% مش كده؟ ده ودي ثوابت عندهم سنين طويله، يقعدوا كده بال 10 وال 15 سنه بكل المتغيرات الدوليه. النهارده لما يبقى في حد بعض الدول 5 وفي بعض الدول 9 وبعض الدول 11، انا بتكلم على دول غنيه وعندها انظمه مستقره، انظمه يعني اداريه وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمه، ده كل ده ومش كده وبس، وما عندهاش عامل مهم جدا جدا موجود عندنا هو عامل النمو السكاني. في دول بقى لها 40 سنه عدد سكانها ما زادش، وبالتالي ده عامل مهم نحطه في الاعتبار. لكن بالرغم من كده هم حصل عندهم نتيجة الحرب التضخم أو زيادة في الأسعار. طب احنا عايز أقول لكم على حاجة، لو كان تكلفة
تكلفة الطاقة في مصر اتعاملنا بيه طبقا للأسعار العالمية دلوقتي، أنا أتصور إن كانت حصل قفزة كبيرة جدا في التكلفة. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على بذل الحكومة أقصى الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى تأجيل برنامج تسعير الكهرباء للمرة الثالثة نظرا للظروف الراهنة. وأشار الرئيس السيسي إلى الدولة أن الدولة تتحمل أكثر من 50% لنحو 17 مليون وحدة سكنية. احنا حريصين على ان احنا نخلي أسعار الوقود وأسعار الطاقة، انا هقول لكم على حاجة، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش؟ مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه؟ تبقى دي ثالث مره، مش كده؟ ثالث مره ناجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار انا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقه بتدفع اقل من 50% من ثمن الطاقه. انا مش بقول كده ان الدوله يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي فاتوره الاعباء على الناس ما امكن مناسبه. بقول تاني، لما كنا البرنامج بتاع الكهرباء لثالث مره ناجله، المره دي نتيجه الظروف اللي موجوده فيها دي، مع الوضع في الاعتبار ان تكلفه انتاج الطاقه بتاعه الكهرباء زادت نتيجه برضو ايه، ما هو النهارده الغاز اللي كان بيستخدم في الـ في الـ في انتاج الكهرباء ثمنه اربع مرات. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر توقفت نحو 50 عاما دون تفكير مستقبلي، بينما نما حجم الدولة بقوة دون زيادة في الموارد أو التنمية. وشدد السيد الرئيس إلى أن ذلك يدفعنا إلى المضي بقوة في المشروعات لتعويض تأخرنا، داعيا إلى زيادة الإنتاج في كافة المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي. شوفوا، في بلدنا توقفت، وأنا بقولش كده يعني قدح في أي حد، والله العظيم توقفت 50 سنة ما تفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوي ومصر كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. فأنت غصب عنك وغصب عننا مش هينفع معدلات العمل بتاعتنا تبقى متسارعة، لازم تبقى قافزة تجري وتنط تجري. هو كده، لان طب هنمشي بالراحه مش هينفع، لان احنا بالفعل متاخرين كتير. فارجع تاني للموضوع النهارده، طبعا بوجه الشكر لكل اللي ساهم في هذه المشروعات وخاصه القطاع الخاص، وبقول له مرحب بيك دائما، وحقوقك محفوظه وفكرك وإدارتك مقدرة، لأن احنا محتاجينها. شدد الرئيس السيسي أن الحديث عن الرضا المجتمعي لا يتعلق بحفظ نظام، ولكنه يرتبط بحياة 100 مليون مواطن. ونبه الرئيس إلى ضرورة العمل الجاد من أجل توفير الحياة الأفضل للمواطنين. هنا ما بقاش موضوع استثمار، هنا الموضوع اللي بتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومع الحكومة مش استثمار. ده بقى يا جماعة محافظة على حالة الاستقرار في البلد هنا. حالة ايه؟ استقرار. طبعا، لان المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟ فانت، وبرضو بقول ده للناس اللي بتسمعني، اوعوا تكونوا فاكرين انا بقول كده استقرار عشاني. لا والله، انا بحارب بالله، ودي 10 أو 20 مرة أقولها، والله العظيم لما بتكلم على حالة رضا مجتمعي وحالة استقرار ما بستهدف منها حفظ نظام، حفظ الرئيس يعني. لا والله العظيم، والله العظيم، أنا ربنا اللي مطلع بقى إذا كنت بتكلم من جوه ولا أي حاجة. لا، أنا بتكلم على حياة 100 مليون، لو حصل أمر والناس ما بقتش راضية، أنت بتتكلم في 100 مليون هنضيعهم. فهنا لا تناموش،
ما تقع يا دكتور مصطفى، ما تناموش، منظمات المجتمع المدني تنام؟ مش دوركم حماية الناس؟ لا، ده الموضوع أكبر من كده، لأن الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت واستمرارها اللي ما نعرفش هينتهي قد ايه امتى، ما كانش نبقى احنا موجودين وموجودين وحاسين بالناس ونخفف عنهم ما امكن، احنا هنبقى عملنا، لان الموضوع ضاغط. وانا بقولها لكل اللي بيسمعني من الناس، واحنا ما فيش عندنا نقص في حاجه. ها، وقبل ما انسى عايز اشكر كل المزارعين اللي وردوا القمح حتى الان. عقب ذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الألية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. واستمع السيد الرئيس خلال الجولة لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات عن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة السادات، حيث أنشئ المركز على مساحة 4000 متر مربع ويشمل 29 معملا متخصصا ومنظومة تعقيم مركزية، وتم إلحاق مزرعة بحثي به على مسطح يبلغ 4 فدادين. توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء وكبار رجال الدولة على هامش افتتاح مشروعات الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع انتاج الألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. يهدف إنشاء المجمع إلى تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات المصرية لحومها وألبانها، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 5000 رأس حلاب. يضم المركز العلمي مستشفى بيطريا ومزارع فرعية وأخرى للتسمين، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بحفظ الألبان ونقلها. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام سلام رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة. يعني بعد تحية إنشاء مركز مدينة السادات للإنتاج الحيواني بهدف الأساسي تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي بين السلالات المصرية اللحوم والألبان، برأيك أهمية افتتاحات اليوم؟ مساء الخير وأهلا بحضرتك المشاهدين الكرام. بتأتي سلسلة افتتاح اليوم وفقا لمنظومة الحكومة لتطوير وتحسين الإنتاجية
بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة. وموضوع التحسين هو موضوع مش جديد بالنسبة لنا، هو موضوع أطلقه فخامة الرئيس وبسط الإجراءات منذ عام 2017، وبدأنا في جني هذه الثمار بدءا من إطلاق المشروع القومي لإحياء البتلو في عام 2017، واللي ساهم بشكل كبير معانا في زيادة إنتاجنا أو نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، يعني كانت النسبة لا تتجاوز 40% قبل عام 2017. ومع البدء في المشروع وصلنا نسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 60%. المشروع اللي أطلقه أو المجمع اللي افتتحه فخامة الرئيس النهاردة تم افتتاحه على مساحة 1000 فدان، بيضم حوالي 5000 رأس حلاب و 3000 رأس تسمين. صحيح. مستهدف الإنتاج منهم يتراوح بشكل يومي أو كمية الإنتاج اليومية تصل لحوالي 150 طن من الألبان السائلة يوميا، بالإضافة إلى 150 طن من اللحوم الحمراء لدورة التسمين ده خاصة مزرعة التسمين. تم إنشاء المجمع وفقا لأحدث النظم والاشتراطات والمواصفات القياسية العالمية. زي ما شفنا وزي ما حضراتكم سردت التقرير السابق، إن في وحدة دعم بيطري كاملة متضمنة وحدات التلقيح الصناعي والتحسين الوراثي، وكذلك معامل بشكل مرجعي وفقا لأحدث النظم العلمية. لو تطرقنا لعملية التحسين أو عمليات الإنتاج نفسها اللي بتتم من خلال مزارع الحلاب، احنا شفنا في أثناء الافتتاح أن عملية الحلب بتتم من خلال محلب آلي بطاقة 48 نقطة حلب آلي. المحلب ده بينقل بشكل مباشر ألبان بشكل مباشر إلى تنكات تبريد. بتقلل درجة الحرارة أو بتحفظ درجة حرارة اللبن، تنزلها معايا من 37 درجة مئوي لأربعة درجة مئوي، تمهيدا لنقلها من خلال عربات نقل مجهزة لأماكن التداول وأماكن التصنيع فيما بعد. عمليات النقل والتداول في البداية أو عمليات تجميع الألبان بتتم بعد إجراء كافة الاشتراطات والاختبارات المعملية عليها للتأكد من خلوها من العد البكتيري وكذلك الأمراض، بالإضافة لوجود وحدة تسجيل وترقيم خاصة بالمجمع لقياس مدى إنتاجية الحيوانات الموجودة ومدى الاستفادة منها. عمليات التحسين الوراثي للسلالات وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية تبنتها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة من خلال إطلاق المشروع القومي للتحسين الوراثي وتأصيل سلالات عالية الإنتاجية بهدف زيادة إنتاجنا سواء من اللحوم الحمراء أو من الألبان. طب دكتور حسام، يعني المردود المباشر أو العائد على المواطن مباشرة والسوق من هذه الافتتاحات اليوم؟ احنا شفنا في الافتتاحات اللي عندنا، يعني قلنا بشكل بسيط، احنا عندنا المجمع لوحده بيدي كمية ألبان تصل لحوالي 150 طن يومي. كمية الإنتاج الموجودة بتساهم بشكل كبير في عمليات استقرار السوق، بالإضافة لتنمية وتعظيم ربحية صغار المربين والمرأة المعيلة، ده من خلال تضافر الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وأيضا إتاحة قروض من خلال مبادرة البنك المركزي لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية من خلال قروض ذات فائدة 5% متناقصة. كل ده بيؤدي معايا تعظيم الاستفادة وتقليل ما يتم استيراده سواء كان من لحوم حمراء أو غيرها من منتجات الإنتاج الحيواني. فده بيزود معايا من نسب الإنتاج وبيحسن من دخل الأسر، وخاصة إن فخامة الرئيس يعني إدى توجيهات مباشرة تعظيم الاستفادة وتحسين الوضع المعيشي للفلاح المصري. فتعظيم الاستفادة وتحسين الوراثي للثروة الحيوانية ده بيعظم من ربحية الفلاح المصري وبيعظم من مصادر دخله وبيحسن مصادر الدخل وبالتالي تطوير لكافة فئات المجتمع. صح. وما يعقبه من اكتفاء ذاتي. دكتور حسام سلام رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك. أكد اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن مصر خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تقفز بها خطوات للأمام لسد أو تقليل الفجوة الغذائية. وفي كلمة له خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في مدينة السادات وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أبو المجد إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف منها الأمن الغذائي.
سيادة الرئيس، تنفيذاً لتوجيهات سيادتكم المستمرة ومساهمة مع أجهزة الدولة المختصة في وضع نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لأبناء وطننا الغالي مصر، خاصة في ظل التداعيات العالمية الحالية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة نستهدف منها أمننا الغذائي. واسمحوا لي سيادتكم أن أستعرض أهم هذه المشروعات. زراعة 400 ألف فدان حالياً بواسطة القمح والمحاصيل الحقلية المتنوعة، منها 300 ألف فدان بجنوب الوادي، بالإضافة للمساحات المنزرعة بالصوب الزراعية والأراضي المفتوحة بكل من النبارية ووادي الملاك ووادي النطرون والتل الكبير ووادي الشيح ومزرعتي الإرادة وتحيا مصر. مشروع استصلاح وزراعة 1,000,000 فدان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة. مخطط زراعة 600 ألف فدان بتوشكا علاوة على 400 ألف فدان جاري استصلاحها حالياً ضمن 2.2 مليون فدان بمشروع الدلتا الجديدة العملاق بمنطقة الضبع. من جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن قطاع الثروة الحيوانية يلعب دوراً مهماً في الأمن الغذائي، وأضاف القصير أن مصر قد شهدت خلال السنوات الثمانية الماضية نهضة ودعماً غير مسبوق للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره استهدفت تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. قطاع الثروة الحيوانية دوراً مهم وسريع النمو في الاقتصاد الزراعي العالمي، حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% من إجمالي الناتج الزراعي في أي دولة. لذلك نستأذن سيادتكم في أن يكون عرضنا اليوم بمناسبة تشريف سيادتكم لافتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات تحت عنوان الثروة الحيوانية بوابة الأمن الغذائي. تتمثل أهمية الثروة الحيوانية في توفير فرص هامة للتنمية الزراعية المستدامة مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، أيضاً تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرات الأسر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف. وفي إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان، أنشأ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية. المجمع الذي يقام بطاقة استيعابية ل5,000 رأس حلاب مزود بأحدث التقنيات في مجال الإنتاج الحيواني لإنتاج 150 طنا من الألبان يومياً. على مساحة 1,000 فدان وبطاقة استيعابية ل5,000 رأس حلاب، أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتلبية احتياجات المواطنين. المجمع مزود بأحدث التقنيات في مجال الإنتاج الحيواني لإنتاج 150 طنا من الألبان يوميا. المشروع يعد أحد أهم إنجازات الشركة الوطنية للثروة الحيوانية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وبمشاركة القطاع الخاص تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتشجيع هذا القطاع ومشاركتهم في المشروعات المختلفة. احنا هنا في مزرعة 2 هنا كنموذج لأحد المزارع الخمسة. المزرعة هنا بتضم 1,000 بقرة حلابة بالإضافة للإنتاج بتاعها. طاقتهم الإنتاجية للمزرعة الواحدة بتصل 30 طن لبن في اليوم. المزرعة تم مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الآلية. صالة الحليب هنا بيبدأ دخول البقر على منطقة الغسيل، ودي بيبدأ نزول رذاذ مياه على ظهور الأبقار علشان نبدأ إن احنا نخفف العبء الحراري على الأبقار علشان نقدر نوصل بها لأعلى إنتاجية. احنا بدولة قوية وزرعها جامد وبتعمل مشاريع جامدة، فاحنا ليه ما نخش قطاع خاص ونبقى وحدة واحدة وحيلاقوا إن شاء الله يعني استجابة وكنا نتعاون في نقمص. المجمع يضم مركزا علميا للتدريب والبحوث بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال وجود عدد من المعامل البحثية التي تستطيع التعامل مع الميكروبات وتضع معايير الجودة الحديثة في تربية الماشية مع متابعة الاستجابة المناعية لها بهدف زيادة إنتاج السلالة المصرية من الحيوانات. المركز هنا أول منشأة مدمجة في مصر
طبعا هو شغال كقسم بحوث وتطوير خاص بالشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، لكنه تم تجهيزه بحيث إن هو يقدر يساعد في أكتر من توجه في الدولة كلها والقطاع المدني. طبعا الجناح هنا بيتكون من عدد 6 مختبرات متقسمين حسب درجة الأمان الحيوي، 5 منهم ذات مستوى أمان حيوي، 2 مطور. المجموعة دي بتستطيع أنها تتعامل مع يقرب من 1000 عينة في اليوم الواحد. من خلال الجهاز المناعي يمكننا معرفة حالة الجسم بالنسبة لمقاومة الأمراض بشكل عام أو بالنسبة لمقاومة مرض معين، والتقنيات الحديثة بتمكننا من متابعة الاستجابة المناعية للحيوان الذي تم تحصينه بلقاح حي أو مثبت. من خلال المعمل بنقدر نقلل العبء الميكروبي في منتجات الماشية عن طريق إن إحنا بنعزل الميكروبات المسببة للأمراض. تم تصميم المعمل للتعامل مع الميكروبات شديدة الخطورة والضراوة على صحة الإنسان وعلى الثروة الحيوانية. هدفنا هنا في المعمل هو تقصي انتشار الفيروسات والميكروبات سواء إن كانت من خارج مصر أو متحورة. إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الدولة في مجال الثروة الحيوانية للنهوض بها وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الأساسية وتوفير فرص العمل. مجمع السادات للإنتاج الحيواني والألبان حلم جديد يتحقق، تسعى الدولة من خلاله لتأمين الأمن القومي الغذائي، وتؤكد المضي قدما نحو زيادة الإنتاج الحيواني والغذائي لاستكمال حلم بناء الجمهورية الجديدة. محمود جميل، التلفزيون المصري. نجحت مصر بالتنسيق مع أكثر من 95 دولة في إصدار بيان مشترك بمجلس حقوق الإنسان في جنيف يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تطلع به مؤسسة الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع والتي لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وذكرت وزارة الخارجية أن البيان المصري الذي حظى بتأييد من مختلف المناطق الجغرافية أكد أن الدول ملزمة باتخاذ تدابير محددة لضمان أوسع لدعم وحماية هذه المؤسسة الاجتماعية وتعزيز وحدتها واستدامتها والمحافظة عليها، وكذلك العمل على خلق بيئة مواتية لنمو ورفاهية أفرادها لا سيما خلال مواجهة الأزمات، وهو ما تجلى خلال الجائحة الحالية. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 64 طن مواد غذائية وغير غذائية. كما تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 31 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 32 طن. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 608 قضية، من بينها 98 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 22 طن أقماح محلية. أهلا بكم من جديد ونتابع نشرتنا. أكد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين أن القاضيات أصبحن جزءا من النسيج القضائي داخل المجلس، وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر. جاء ذلك خلال كلمته خلال أداء 39 قاضية بدرجتي مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة اليمين القانونية، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. لم يعد غريبا أو جديدا هذا المشهد الاحتفالي للمرأة المصرية داخل الهيئات القضائية، فهذا القسم العظيم الذي أدته 39 قاضية بمجلس الدولة يعد الثاني من نوعه، والذي جاء بعد قرار جمهوري بتعيينهن في درجتي مستشار مساعد ونائب بالمجلس استمرارا لتنفيذ توجيهات سيادته بإشراك المرأة في العمل القضائي. النهاردة كان في 39 قاضية جديدة انضمت للعمل في مجلس الدولة نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية،
واعتقد ان ده يعني استكمال لمسيرة الدولة المصرية في تمكين المرأة وإتاحة الفرص، مبدأ تكافؤ الفرص في المشاركة في العمل القضائي للرجال والسيدات. مراسم حلف اليمين للقاضيات يعقبه استلامهن للعمل وتوزيعهن على الدوائر المختلفة وسط فرحة كبيرة بعد أن تحولت أحلامهن لواقع عكس استراتيجية الدولة في تمكين المرأة لتحقيق المساواة في التعيينات القضائية، خاصة أن القرار تضمن لأول مرة تعيين قاضية نائبا بمجلس الدولة. كلنا بنشعر أنا وزميلتي بالفخر وبالشرف إن إحنا يعني جزء من حدث تاريخي في مجلس الدولة العريق في إنجازات المرأة المصرية، والحقيقة بتمنى التوفيق لي ولزمايلي إن شاء الله نكون قد المسؤولية. حسب الفخر والامتنان للفرصة اللي أتحت لنا دي طبعا، وأتوجه بالشكر طبعا، الفضل كله يرجع خالص الشكر والتقدير والامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإتاحة الفرصة للقاضيات بالانضمام لمجلس الدولة. تعيين القاضيات جاء بعد إعلان مجلس الدولة أحد أهم الجهات القضائية المستقلة بمصر في فبراير الماضي عن قبول أوراق تعيين خريجات وخريجي دفعة 2021 بنفس الشروط المطبقة على الجميع دون استثناء لأول مرة في تاريخ المجلس. تعيين هذه الدفعة الجديدة من القاضيات يأتي بعد تعيين دفعة سابقة ضمت 98 قاضية أعقبها اعتلاء أول امرأة لمنصة القضاء، ليكون مجلس الدولة شاهدا على عصر ذهبي تتمتع فيه المرأة بأفضل فرص التمكين إعمالا لمبادئ الدستور التي تنص على المساواة وعدم التمييز. محمود جميل، التلفزيون المصري. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الشراكة مع جمهورية لاتفيا وضرورة الاهتمام بتعزيزها باعتبارها مصلحة مشتركة تقتضي حرص الجانبين معا على المضي بها قدما مهما كانت العقبات التي تواجهها. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفيتش، حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، وشهد اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها المتلاحقة وسبل التعامل مع انعكاساتها السلبية لا سيما على الأمن الغذائي للدول العربية. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية من خلال إجراء استشارات نيابية تفضي إلى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة. وخلال لقائه بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان بقصر الرئاسة ببعبدة، أعرب عون عن أمله في تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن نظرا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة الجديدة. من جانبها هنأت المسؤولة الأممية الرئيس اللبناني على إنجاز الانتخابات النيابية، مؤكدة أن كان صداها إيجابيا داخل لبنان وخارجه. قررت إدارة مطار بغداد الدولي استئناف الرحلات الجوية، ذلك بعد تعطيلها لبعض الوقت بسبب العاصفة الترابية. وكان المكتب الإعلامي للمطار قد ذكر في بيان أن إدارة المطار أصدرت تنويها إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار في وقت سابق بإيقاف الحركة الجوية. وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الوضع في مدينة سيفيرودونتسك بالخطير، مشيرا إلى أن المعارك تدور في كل متر من المدينة المحاصرة. وقال الرئيس الأوكراني إن الروس يسعون للدفع بمجندين ذو تدريب ضعيف للمعارك، وهو ما سيكلفهم المزيد من الخسائر، مشيرا إلى أن خسائر روسيا قد تجاوزت 40,000 جندي. وأكد أيضا حاجة بلاده إلى أنظمة دفاع صاروخية حديثة لردع الهجمات الروسية. روسيا
قال حاكم منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا إن منطقة صناعية في مدينة سيفيرودونيتسك قد تتعرض لقصف عنيف بالمدفعية من القوات الروسية. وأضاف حاكم لوهانسك أن المنطقة الصناعية يختبئ فيها نحو 500 مدني، لافتا إلى أن القوات الروسية تسيطر على 70% تقريبا من المدينة وأن القتال فيها محتدم. قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية حققت نجاحا جزئيا في مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة شرقي البلاد وطردت القوات الأوكرانية للخروج من وسط المدينة. من ناحية أخرى أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية مقتل نحو 32,300 جندي وضابط روسي منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير الماضي. وعلى صعيد آخر أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمة الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 815 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية. قال الرئيس الفنلندي إن روسيا وأوكرانيا ستستخدمان أسلحة ثقيلة أقوى في صراعهما بما يشمل استخدام روسيا قنابل حرارية. وأضاف الرئيس الفنلندي خلال محادثات حول السياسة الأمنية في مقر إقامته الصيفي في نانتالي إن بلاده تدعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة بشكل متزايد. تواصل وزارة الموارد المائية والري مشاركتها في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا. وأوضح وزير الري محمد عبد العاطي أن أجهزة الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل، وكذلك تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى للمبادرة وبتكلفة تصل إلى حوالي 13.35 مليار جنيه. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تشغيل مركز طب أسرة أبو عطوة بمحافظة الإسماعيلية لخدمة 52 ألف مواطن. يضم المركز العديد من التخصصات الطبية ويتم الكشف بالمركز بعد الحجز عن طريق الاتصال بالخط الساخن بالمجان. يعتبر هذا المركز ضمن 32 مركزا تم تطويرهم بشكل كامل على مستوى المحافظة. استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا عن إنجازات الحكومة في بناء الإنسان في 8 سنوات منذ يوليو 2014 وحتى يونيو الجاري. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الدولة وجهت ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه من الموازنة العامة بمعدل نمو بلغ 187% مقارنة بال8 سنوات التي سبقتها في قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والخدمات الثقافية خلال 8 سنوات الماضية. أكدت مصر ضرورة توصل المؤتمر الوزاري 12 لمنظمة التجارة العالمية بجنيف لنتائج تسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توفير وتسهيل الوصول للقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية. وخلال كلمة مصر بالمؤتمر أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع التزام مصر الكامل بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتفعيل دوره في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية. كما شاركت الوزيرة في جلسة استعراض التحديات التي تواجه النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف، حيث أكدت على أهمية التجارة الدولية في دفع عملية النمو والتنمية الاقتصادية. بحث وزير البترول طارق الملا مع رئيس مجموعة بتروناس الماليزية استثمارات المجموعة الحالية في مصر وخططها لضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الشركة إن مصر تعد واحدة من الدول القليلة التي تجمع بين كافة المقومات التنافسية، مما يجعلها دولة محورية إقليميا في تجارة ونقل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من شرق المتوسط إلى أوروبا. وشهد الاجتماع استعراض الفرص المتاحة
لزيادة استثمارات بتروناس في مصر في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي، كذلك استثماراتها الحالية في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال شراكتها الحالية مع في مجمع إدكو على ساحل البحر المتوسط. إلى البورصة المصرية، والتي تراجعت مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء. سجل رأس المال السوقي مستوى 662.5 مليار جنيه، ذلك وسط تداولات بلغت نحو 1.6 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 82%، ليغلق بذلك عند مستوى 10014 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوى 1837 نقطة. وتراجع مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.39%، ليغلق عند مستوى 2725 نقطة. نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة والعاملة في المطرية بمنطقة عين شمس في الكشف عن كتل حجرية من الجرانيت من عصر الملك خوفو بمعبد الشمس. كما تمكنت البعثة أيضا من العثور على أساسات فناء المعبد الذي يعود لعصر الدولة الحديثة، وأيضا عدد من التماثيل والمذابح، وذلك أثناء استكمال حفائرها في الجانب الغربي من المتحف المفتوح بمسلة الملك سينوسيرت الأول بالمطرية. إذن انتهت نشرتنا، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني، الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أهمية زيادة معدلات الإنتاج في مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي. الرئيس الأوكراني يصف الوضع في مدينة سيفيرودونتسك بالخطير ويطالب بأنظمة دفاع صاروخية حديثة. انكماش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في أبريل، والين الياباني عند أدنى مستوياته منذ عام 1998 بسبب مخاوف التضخم. إذن انتهت نشرة الثالثة. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله. في أمان الله.